والآن مع الأخ القارئ عبد الله داود محمد من جمهورية تنزانيا، ويتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. اقرأ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.